على سلام، انا اسمي هشام وشمي كنقرا في الثانويه بني خلف اللي كتواجد بمدينه بني خلف هي لويزيه. الحمد لله بالمجهودات الكبيره اللي قدرت نديرها انا والمعلمين ديالي والوالده ديالي والاسره ديالي كامله، قدرت نحصل على اول معدل في المدرسه اللي هو 18.93 في الامتحان الوطني، وبما يقدر ب 18.78 كمعدل عام. وبغيت نشكر جميع الاساتذه اللي عاونوني بزاف حتى قدرت نوصل لهذا المعدل، حيت ما جاش بسهوله، زعما تمحنت بزاف يعني انا قدرت نحصل على هذا المعدل الحمد لله. كما يعرف راه كل شيء تاثر بالجائحه، يعني راه كنا متاثرين نفسيا ومعنويا بزاف، من الحمد لله بالمساعده ديال الاسره الصغيره والكبيره وصاحب الجلاله نصره الله، الكل كان بيد واحده تعاونونا وجهزوا لنا الظروف ملائمه باش ندوزوا هذا الامتحان الوطني، والحمد لله قدرنا نتوافقوا فيه. كنت عارف لا واخا كنت عارف زعما حيت ما حاش بزاف يعني، ولكن ما كنتش مصور هذه النقطه الحمد لله وصلت لها. بغيت نقول لهم بلي اعتمدوا على القرايه بزاف، حيت ما يمكنش لما كانت هذه القرايه راه غتكون ناقص بزاف، واخا ماشي هي الباب الوحيد ولكن هو الباب يعني الاوفر باش تفرض راسك في المجتمع. وبغيت نقول لهم زعما يبعدوا على هذوك المخدرات وداك الشيء اللي غي يرمي بهم الهويه، باش ديما يبقاو الفوق الفوق ويقدروا يفرحوا عائلتهم ووالديهم الحمد لله. كان ولدي من نهار بدا هاد المدرسه بدا يقرا، هو من شهر 8 ان شاء الله اللي فات هو بدا قرايته، ما عمره ما نكه ديما الحفاظه، ما عدير لي ولدي لا سوايع لا والو، عمر سوايع ما مشى ليهم، عمر شي واحد معاونه، عاونوا الله الحق سبحانه، وانا واقفه معاه ندعمه واقفه معاه زعما في الصغيره وفي الكبيره انا وياه. ولكن ولدي هذا الامتحان جابوه بالجهد ديالو بقرايته، ما عمرو وليدي ما عندناش حنا ما على قد حالنا، ما عندناش ما خاصناش، الوالد ديالو عصائق ديال الطاكسي الاجره، مره يخدم مره يبرك. ايوا ولدي ولدو اخوه داير تكوينه دي عامين بارك حتى هو ما خدامش، ومعاونين وليدي عبر ذات الوالدين كنرضيو عليه صباح الخير. الدري مرضي ما كيخرج ما كيمشي مع الدراري اللي خرجوا لطريق خايبه ما كيمشي والو، لا ولدي ديما بارك هنا ملي تحولنا هنا هو بارك ما يخرج ما والو، يقرا يعرف قرايته. ونشكروا الاساسي ديالو الاستاذات يعاونوه، هو ماشي ما يدير لا شغاب لا والو، هما معاونينه كثر خيرهم. نقول ولدي الله يرضي عليه والله يسهل عليه، ونطلب ليه مستقبل ظاهر في المستقبل ديالو ان شاء الله. ايوا نقول لك ولدي هادشي اللي كاين، ونتمنى فيه ولدي شله، بغيت وليدي يقرا يشد شي خدمه نقيه وزوينه، باش انا من خو الكبير مأطرق ما خدام ما والو، دار التكوين قرا حتى هو ودار التكوين، ايوا الخدمه ما خدمش، هذا هو اللي كاين. ضمن هذا لا جاب فيه الله حتى هو
هزنا شويه وهز الواليد ديالو تاهو ما خدامش ومريض عنده السكر. ايوا لا اله الا الله صافي شي اللي نطلب. شكرا ولدي. انا الاخت ديال هشام. خويا الفرحه كانت كبيره بزاف، كنا فرحانين واحد الفرحه ما نقدرش، واحد الشعور ما نقدرش نوصفه لك. الحمد لله احنا كنا عارفينه غينجح، ولكن بهاد النقطه ما كناش متوقعينها صراحه. وهاد النقطه خداها عن استحقها، ما خدا هاد النقطه حتى استحقها صراحه، حيت هو حفظ بزاف، دار مجهود كبير بزاف باش يحفظ. وراك عارف مع هاد الجائحه ديال الكورونا بنادم ما كانش كيقرا، كان دراسة عن بعد ماشي فحال في القسم، ومع ذلك كان جاب نقطة زوينة. الله يكمل عليه بخير، هادشي اللي نقدر نقول. والله كنتمنى انه يكمل في هذا المسار ديالو، ويسهل عليه ربي باش يخدمه اللي تكون زوينة ان شاء الله، باش يكون عنده حياة سعيدة وتوفق في حياته ان شاء الله. ان شاء الله كمل عليه.